لذلك الله يريدنا بعلاقة محبة ولا يريدنا على الإطلاق بشكل ذل وشكل عذاب وقهر. قال تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ لمين؟ للكافرين. ليش ما قال للناس؟ لن يراها إلا الكافر كرؤية. الآية 100 من سورة الكهف اللي بيقرأوها كل ليلة الجمعة، الآية 100: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. أولا، هنالك الكثير من الآيات في القرآن الكريم، طبعا حتى نتزود بالطاقة الإيجابية يجب أن نعرف مقدار محبة الله إلنا حتى نكون يعني. فإذا أنا كنت عارف أنه الله غضبان وزعلان وما بعرف شو، طيب خلاص يعني. إذا كنت عارف أنه المعلمة ما بتحبني ما بروح على المدرسة يعني يعني أصلا بكره المدرسة يعني. هذا كنا في حلب عم نصلي الجمعة ومعانا واحد رفيقنا جايب ابنه صغير على المسجد، كان عنوان الخطبة أهوال يوم القيامة البركة، يعني ما شاف غير أهوال يوم القيامة. فجبنا الصغير عم يرجف، الشمس فوق الرؤوس والناس عم تسبح بالعرق وحفات عرات، ما بعرف يعني منين جابوا حفات عرات، ما بعرف يعني حاشاكم هالقلة الحية منين جابوها، ما بعرف يعني. الله قال يوم القيامة الناس كلها مكسية وبكامل أناقة، لأنه الله كله حضارة وأناقة وذوق. فهذا الصغير عم يرجف من هذه الأهوال، بعد ما طلعنا عم بسأل أبوه سؤال هيك بمنتهى العفوية، قال له بابا، قال له نعم، قال له نحن منحبه لالله، ليش هيك بده يسوي فينا؟ قال له نحن منحبه لالله، ليش هيك بده يسوي فينا؟ يعني لذلك أولا يحق لنا أن نفتخر بهذه الآيات حتى نشعر فيها بالطاقة الإيجابية الهائلة. وهذا ليس رأي من عندي، هي آيات بعطيكم إياها هيك جاهزة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلامي. أولا، الله يصلي عليكم وملائكته بنص قرآني بنفس سورة الأحزاب. سورة الأحزاب بالذات فيها آيتين، طبعا ما احترمنا شديد إلى رسول صلى الله عليه وسلم، نذكر الآية الثانية ولا نذكر الآية الأولى على الإطلاق. يعني فرضا إذا كانت أم مثلا عندها أولاد، إذا عم تركز على ولد كل الاهتمام، فالولد الثاني بيقول طيب وأنا يعني أنا شو بيطلع لي؟ لا أنت مالك شيء، لا ولازم تحب أخوك كمان يعني، ما بس يعني ما بيطلع لك شيء، لا ولازم تحب أخوك كمان. الآية الثانية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. أوكي يعني صلى الله عليه وسلم. طيب في آية قبله ولا حدا جاب سيرته، الله قال ما تزعلوا، أعطيتكم هالميزة قبل ما أعطيها إلى رسولكم، هكذا الإله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. نفس الميزة، قال ما تزعلوا، أنا وملائكتي عم نصلي عليكم على كل واحد فيكم، فافرحوا. قال نفس الميزة، يعني إله عادل. الموضوع الثاني، كل مسلم ومسلمة طبعا بشرط أن لا يقوم بعمل يخرجه عن الإسلام، يعني يسحب منه الجنسية، يعني يقتل يخرب يكون عضو مخرب في المجتمع يؤذي الناس يعني. لذلك الله أوصانا بس بهالوصية، قال ما بدي شيء، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ما تنسحب منك الجنسية الإسلامية، قال بس موتوا مسلمين وما في أي مشكلة دائما، بس ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أولا، كل واحدة فيكم حاليا هي عند الله مسجلة صديقة وشهيدة حسب الآية 19 من سورة الحديد، يعني ما هو رأي من عندي. أليس كل واحد فيكم تؤمن بالله وكل الرسل؟ الله قال هذا بكفيني، يعني حتى ما قال أقام الصلاة والزكاة، ما وضع أي شرط آخر. تقول أي والذين آمنوا بالله ورسله، بس
أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم. ولا حدا عمل هاي الآية خطبة الجمعة. والذين آمنوا بالله ورسله بس، طبعا حتى ما قال أقاموا يعني وعملوا الصالحات، ما حط أي شرط. قال أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم. بصورة يونس الله حب يقول إذا كانوا مأذيين هذاك انسحبت منه الجنسية، إذا كان بده يقتل يدمر، يعني قلنا بده يكون يعني إنسان صالح في المجتمع. أيوة يعني حكينا في بداية هذا. فأولا، ثانيا، الله قال كل مسلم ومسلمة في لحظة الموت له عنا استقبال رسمي، استقبال رسمي. فالآية رقم 2 من سورة يونس كمان ولا حدا بيجيب سيرتها. الله بقول له بشر، بيجي واحد بده يخوف بقول له بشر بشر، هيك الآية أولا بشر، وبشر الذين آمنوا بس فقط، حتى ما حط عملوا الصالحات، حطها 50 مرة بغير هالمحل، بس قال له وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال له بتبشرهم لحظة الموت إلهم عنا استقبال رسمي. والدليل على ذلك طبعا لو الله مثلا خلقنا على زمن الفراعنة، على زمن عاد، على زمن ثمود، كان كنا بالهاوية. يعني حتى حاليا لو فتحنا عيننا بغير دول كنا فرضا بوذيين أو يعني. إذن هو الله عم بيقول يعني أنا مخبيكم هيك من يوم آدم لهلا، لأنه أنا رضيان عليكم، فخلقتكم في أمي أنا رضيان عليها. فالله عم بيقول هو اشتباكم، يعني مثل ما بيقولوا إنه يعني الانتقاء على الصينية، أنا منقيكم هيك من بين كل الأمم. هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، كذلك لتكونوا شهداء على الناس. فالله اختارنا لكي نكون شهداء حتى يعذبنا. الله سبحانه وتعالى كل مسلم فيكم، كل واحدة سوف تجد هدية من الله يوم القيامة، جبال من الاستغفار، هدية جبال جبال. يعني مو طبعا ما احترم شديد مثلا، يعني مهما الانسان استغفر خلال حياته كم مره بده يستغفر؟ 100 مليار. هال 100 مليار عم بيحصلها بخلال ثانيه، ربما يكون هو نايم عم بشوف مسلسل، عم بشرب شيشه، معليش يعني الله هيك قال بنص الهي. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، كم مليار بيطلعوا يحملون العرش ومن حوله؟ قضيتين عندهم فقط، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، بأمر إلهي. قال لهم شغلتكم أنتم المليارات تستغفروا للذين آمنوا، ولو الذين آمنوا نايمين فايقين ليلا نهارا. يعني الملك الكريم لا بيجوع ولا بيعطش ولا عنده إجازة، الليل والنهار لا يفترون يعني ولا بمل. إذن بقرار إلهي الله آمر مليارات المليارات من الملائكة أن يستغفروا لكم يوم القيامة، هي هدية من الله وملائكته. الموضوع حتى نأخذ أيضا الكثير من الطاقة الإيجابية ونكون في قمة السعادة، الله سبحانه وتعالى يقول بشكل التالي، قال في الحياة أنا ما بتدخل إطلاقا. طبعا نحن سمينا حتى الزواج قسمة ونصيب، والرزق من عند الله وكله، يعني نحن فقط ريموت عم نتحرك، يعني هي نحن إنسان آلي. الله قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فأصلا الزواج مو قسمة ونصيب، وإلا الله ما كان يعني امرأة فرعون المؤمنة بزوجها لفرعون، وما كان نوح بجيب له إنسان كافرة. قال في القسم والنصيب، هي في الزواج ما له علاقة، ليس للإنسان إلا ما سعى وليس إلا ما دعا. فالزواج هو اسمه عقد، والعقد شريعة المتعاقدين.
رضيتوا ببعضكم اوكي، ما رضيتوا ببعضكم لا الله بتدخل ولا القاضي بتدخل ولا حدا، هذا عقد. يعني نحن سوينا قسمة ونصيب وقرار إلهي. هو يعني وإذا إنسان أو إنسان ما يساعد عن زوجه الله هيك كتب لي، لا الله ما كتب. يعني فالله في الدنيا قال عيشوا بسعادة، أنا ما عندي مشكلة يعني بالكامل. حاليا أعمالنا يعني نعم الأعمال يعني راح نعطيكم هيك فكرة سريعة من الآن حتى نهاية الحساب يوم القيامة، إنه الموضوع جدا سهل وبسيط يعني وغير مقلق، حتى نعيش دائما بسعادة وطاقة إيجابية.